السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع اللايك والنشر عند الأصدقاء. هل أنت مستعد للبدء؟ هيا بنا نبدأ على بركة الله. متى فرض الصيام على المسلمين؟ الجواب هو العام الثاني الهجري. من هو مخترع الآلة الحاسبة؟ الجواب هو باسكال. ما هي أكبر هضبة في العالم؟ الجواب هو هضبة التبت. ما هو اسم أبو لهب؟ الجواب هو عبد العزة ابن عبد المطلب. ما هو أطول حيوان على الأرض؟ الجواب هو دودة بوتلاس. ما
ما هي المسافة بين الصفا والمروة؟ الجواب هو 394.5 متر. ما هي آخر سورة نزلت في مكة المكرمة؟ الجواب هو سورة الروم. ما هو أطول نهر في العالم؟ الجواب هو نهر النيل. ما النهر الذي يصب في بحر الصين الجنوبي؟ الجواب هو نهر ميكونغ. ما هو أعلى شلالات في العالم؟ الجواب هو شلالات أنجل.